ورجعنا لكم من الفاصل وخلصنا السلمون. دلوقتي بقى نخش بقى على الرنجة بقى عارفين بقى شم النسيم والرنجة. هبتدي قبل الرنجة احضر كل حاجة. عايزة انا ايه؟ بشر ليمون. خلينا ابشر عليه. ابشر شوية ليمون هنا. حبة هنا الاول. علشان ايه؟ ابقى جاهزة. كده. طبعا زي ما قلت لك انا بجهز وكده. انا محتاجه بشر ليمونه واحده. تمام. ادي بشر الليمونه وهسيبها. وهجيب بصل اخضر. مش مشكلة لو قطعت البصل الأخضر هنا، أنا هستعمله كده كده في نفس الأكلة، بس أنا محتاج الأخضر أكتر، محتاجة كمية كبيرة من البصل الأخضر. بصل الاخضر طبعا في شم النسيم انتوا عارفين. مره اتاخرت بس ورحت للخضر الصبح بدري، قال لي انا اسف يا مدام البصل الاخضر خلص. قلت له ليه، في ايه؟ قال لي كل سنه وانت طيبه بقى شم النسيم. قلت له للدرجه دي؟ كان موضوع صعب جدا، اول مره اعرف ان البصل الاخضر بيشح في شم النسيم. تمام. ادي البصل الاخضر كده جاهز كله. دلوقتي بقى نبتدي نعمل الخلطات الجامدة بتاعتنا. اول حاجة هجيب بولتين، واحدة هحط فيهم لوبيا انا سلقاها من قبل كده بخل وليمون، وهحط عليها بصل، بصل مفروم رفيع. هنا بقى وهحط عليها كمان بقدونس كده في البوله الثانيه. هحط كزبره وهحط بصلة كبيرة، لا بصلتين كبار، البصل الأخضر، وبشر الليمون اللي عملته كده، وهعصر الليمونة. هعصرها دلوقتي كده، بصوا، علشان البذر ما يقعش في السلطه. وانت بتعصري اعصري في ايدك، خلي ايدك اكنها مصفى، واحيانا بتروحي فاتحه صوابعك اوتوماتيك ويروح البذر وقع برضه. انا عايزه هنا عصير ليمون. تمام كده، زي ما قلت لكم حاجه اوتوماتيكي، صوابعك بتفتح من بعضها. ادي اشطف ايدي من الكلام ده. عايزه معلش احط في السلطه الثانيه الليمونه. ادي الليمونة التانية. تمام كده.
خلي بالك الليمون بيحرق الايدين لما تكون متعوره. هحط دلوقتي شطه على مش على اللوبيا، شطه حبه حلوين وملح وفلفل هنا وهنا وزيت زيتون حبه هنا وحبه هنا. تمام كده. دلوقتي بقى فاضل اخر حاجه، شيل بس من حوالينا. الرنجه هدي دول على جنب كده. حاولي تقطعي الرنجه صغيره او تفرميها لو تحبي تفرميها كده. طبعا انا جايبه رنجه طازه وخلياها. سلام. تمام كده. وهقطع الحبه التانيين للسلطه التانيه. طبعا اللي بيقرفوا من ريحه الرنجه يلبسوا جوانتي، بالرغم احب اقول لكم ان الريحه بتعدي برضو، ما تسالونيش ازاي لان انا كنت بعمل كده زمان ولقيت ان مفيش فايده فبقيت بمسكها بايدي. دلوقتي هحط الرنجه دي في الطبق التاني، نشيل، حاولي تشيلي الزفاره كلها مره واحده. هغسل ايدي. دلوقتي هشيل البلانشه. عايزه الاول اجيب دول كده، نمسح بقى الدنيا هنا علشان تمام كده. هقلب السلطه. هي دي كده. واقلب السلطه الثانيه. حلوه قوي اللوبيا دي، فكره جديده حلوه جدا. ادي انا كده احسن. ايوه تمام كده. حط بقى تدي دي من الأول، نغرف السلطة، ريحة الرنجة والبصل والليمون عاملين أحلى شغل. ادي الطبق الأولاني، الطبق التاني هغرفه كده. تمام كده. ويبقى ايه رأيكم كده؟ يبقى احنا النهارده جاهزين لشم النسيم.
بكل الوانه، ورده ونسيمه وكمان الرنجه. كل سنه وانتوا طيبين، وعيد شم نسيم، وكلنا يا رب بألف خير وسعاده. بكده نكون احنا خلصنا الاطباق بتاعتنا بتاعت النهارده. عملنا رنجه، سلطه رنجه سريعه، وعملنا كمان سلطه رنجه باللوبيا، وعملنا سلمون بخضار الوان. اتمنى ان اطباق النهارده تكون عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين، ومع السلامه.